هناك ما يسميه العلامة الطباطبائي نتائج لهذه الأبحاث التي عرضها، وقال بأنه يعني استطاع من خلالها أن يبين مكانة الفلسفة. ما هي هذه النتائج؟ هناك ثلاث نتائج أساسية إذا أردت أن أعيد هيكلتها وتقسيمها وصياغتها. هناك ثلاث نتائج أساسية وخاتمة. النتيجة الأساسية الأولى للبحث السابق نسميه، نصطلح عليه وإن لم يصطلح عليه العلامة، مبدأ قيامة الفلسفة. يعني أبسط شيء نستنتجه مما أخذناه في الدرس الماضي أننا توصلنا إلى مبدأ مهم، وهو أن الفلسفة لها قيامة، لها وجود، لها تحقق، وليست وهما في مقابل ما كانت تطرحه المدرسة الوضعية التي أصلها وأسسها أوغست كانت. هي لها وجود كما بينا، لها وجود. من يعطيها هذا الوجود؟ يعطيها إياه، تأخذ شرعية وجودها من الدافع الغريزي الفطري الذي أشرنا إليه قبل قليل، والقائم على ضرورة تمييز بين الحقائق والاعتباريات والوهميات. ولها أيضا وجود تأخذ شرعيته من كونها تعالج موضوعا سابقا على العلوم ويشكل أصلا موضوعا للعلوم، وهذا يثبت لها وجود. إذا نحن بالدافع الغريزي وبالدافع المعرفي اللذين ذكرناهما في الدرس الماضي استطعنا أن نثبت للفلسفة وجودا، ونثبت للفلسفة كيانا، ونثبت للفلسفة هوية وتحققا. لم تعد الفلسفة عبثا، لم تعد القضية الفلسفية لا معنى لها، لم تعد القضية الفلسفية ليست بقضية كما ذهب إلى ذلك الوضعيون. فإذا هذا أول استنتاج نستنتجه من خلال العنصر الغريز الفطري في نفس البشرية إلى جانب الهيكلية الموجودة للعلوم التي تفرض وجود علم يسبق هذه العلوم جميعا، يحقق في الوجود بشكل عام لكي يؤسس موضوعات العلوم الأخرى التي ستبنى فيما بعد. وهذا مبدأ وهذا نتيجة مهمة توصلنا إليها حسب رأي العلامة الطباطبائي. هذا نحن نسميه مبدأ قيامة الفلسفة أو مبدأ وجود الكيان الفلسفي، لأن الكيان الفلسفي تعرض للاهتزاز بسبب الحركة الوضعية التي ظهرت في أوروبا والتي غزت أيضا عالمنا العربي والإسلامي كما هو معروف. النتيجة الثانية أو هي المبدأ الثاني الذي نستنتجه من خلال ما توصلنا إليه في الدرس الماضي نسميه، نصطلح عليه، مبدأ الاستقلال. مبدأ الاستقلال، استقلال الفلسفة عن العلوم، أي لا تدخل بين الفلسفة والعلوم إطلاقا. مقابل من؟ شوف، الأولى كانت المبدأ الأول كان مقابل ماذا؟ كان مقابل المدرسة الوضعية. الآن هذا مقابل المدرسة الماركسية أي المادية الديالكتيكية التي كانت تقول بأن الفلسفة والعلم وجهان كما ذكرنا في الدرس الماضي، وجهان لعملة واحدة. الآن لم يعودوا وجهين لعملة واحدة، صار هذا علم له استقلاله سابق مرتبة على العلوم، أسبق منها وليس بعدها. الفلسفة بحسب الذهنية المادية الديالكتيكية هي إفراز لجهود العلوم مجتمعة لشبكة العلاقات بين العلوم، في حين الفلسفة بالطريقة التي نحن عرضناها هي سابقة على حركة العلوم ووجودها، وليست وجها آخر لها، وليست شكلا وتجليا آخر من تجلياتها. وهذه نقطة مهمة. الآن صار عندنا صورتين بذهننا، صورة مادية ديالكتيكية أعطت للفلسفة هويتها غير المستقلة عن العلوم، وصورة فلسفية عقلية تبنها الحكماء المسلمون تقول الفلسفة لها كينونتها المستقلة الخاصة المنفصلة عن سائر العلوم الأخرى. هذا أيضا استنتاج هام جدا أمكننا التوصل إليه في هذا السياق. جيد، إذا مبدأ الاستقلال هنا من خلال إذا مبدأ الاستقلال الفلسفي اللي هو ثاني المبادئ المستنتجة هنا بعد مبدأ قيامة الفلسفة، مبدأ الاستقلال الفلسفي يحقق امتيازا وتمايزا بين الفلسفة والعلوم. هل هذه الفكرة يريد العلامة الطباطبائي الآن أن يحفر فيها أكثر، يريد أن يقول نستنتج مما تقدم في الدرس الماضي، النتيجة الثانية مما تقدم في الدرس الماضي، أنه ليس فقط الفلسفة صار لها كيانها المستقل،
ممكن يكون في علمين لكل واحد كيانه المستقل ولكن متداخلين، صحيح أو لا؟ قد يكون هناك علمان لكل منهما كيان مستقل هوية، ولكن مع ذلك في قدر من التداخل بينهما. العلامة الطباطبائي يريد أن يبلغ باستقلال الفلسفة مرتبة لا تتداخل فيها قضية فلسفية مع أي قضية تنتمي إلى أي علم من العلوم الحقيقية أو الاعتبارية. وهذا إذا أردنا أن نعبر عنه بالاصطلاحات الحديثة يعني الاستقلال بحده الأعلى للفلسفة وليس بحده الأدنى. لا يوجد أي تداخل بين أي مسألة فلسفية وأي مسألة علمية، في قطيعة تامة. قطيعة ليس بمعنى عدم التواصل، قطيعة بمعنى عدم التداخل. يعني لا توجد مسألة واحدة تبحثها الفلسفة ويبحثها علم الفيزياء، لا توجد مسألة واحدة تبحثها الفلسفة ويبحثها علم الكيمياء. مسألتين لازم يكونوا مسألتين، ما ممكن يكونوا مسألة واحدة. ممكن موضوع واحد من هذه الجهة تبحثه الفلسفة، من تلك الجهة تبحثه الفيزياء، هذا بعض آخر. لكن مسألة واحدة، موضوع واحد من جهة واحدة هو موضوع فلسفي وهو موضوع فيزيائي أو كيميائي أو رياضي، لا، جهة البحث تختلف. لكي أوضح هذه القضية لا بد لي أن أقول بأن الموجب لتميز العلوم عن بعضها، في عندنا عدة نظريات طرحت في الدراسات المنطقية وفيما بعد طرحت في دراسات علم أصول الفقه. ما هو الموجب لتميز العلوم عن بعضها؟ كيف تمتاز؟ هل هذا الامتياز القائم بين العلوم امتياز حقيقي أو هو امتياز وهمي اعتباري نحن اعتبرناه؟ أن هناك نظريات في هذا الموضوع. الذين قالوا بأن هناك امتياز حقيقي بين العلوم القائمة الموجودة اليوم في العالم، كل العلوم، قالوا بأن هذا الامتياز لابد أن يقوم على أساس، وهذا الأساس إما أن يكون موضوع العلم، يعني لكل علم موضوع وبسبب الموضوع امتازت العلوم عن بعضها، فعلم النحو موضوعه الكلمة، وعلم الطب موضوعه الجسد، وعلم الحساب موضوعه الكذا، وعلم هذا من حيث الموضوع. أو يكون امتياز العلوم عن بعضها ليس بالموضوع، بالمنهج. فعلم الفلسفة منهجه عقلي، وعلم النحو منهجه أدبي، وعلم التاريخ منهجه نقلي، وهكذا. فتختلف العلوم عن بعضها بالمنهج أو لا، نقول لا تختلف بالموضوع بالضرورة ولا تختلف بالمنهج، تختلف بالهدف. فعلم النحو هل هدف منه تصحيح اللسان عن الخطأ في البيان، وعلم المنطقي الهدف منه تصحيح التفكير عن الخطأ في الاستنتاج. فالأهداف هي التي توجب تمايز العلوم مع بعضها البعض. فإذا عندنا نظريتين، نظرية بتقول ما في تمايز حقيقي بين العلوم أصلا، وكل هذه التمايزات مواضعات، نحن تواضعنا على أن الكيمياء غير فيزياء، ما في شيء هوي، ما في شيء حقيقي اسمه اختلاف الكيمياء عن الفيزياء. ونظرية أخرى تقول لا يوجد اختلاف حقيقي وتمايز حقيقي بين العلوم لا أقل في الجملة، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في أن هذا المميز للعلم عن العلم الآخر إما هو الموضوع كما هو رأي جماعة، وإما هو المنهج كما هو رأي جماعة، وإما هو الغاية كما هو رأي جماعة. العلامة الطباطبائي يريد أن يقول الاختلاف بين الفلسفة وسائر العلوم في الموضوع، وإذا كان الاختلاف في الموضوع إذا كان الاختلاف في الموضوع لا يوجد قاسم مشترك إذن بين العلمين، لا يوجد قاسم مشترك بين العلمين، يمكن لعلم أن يؤسس الأصول الموضوعة في العلم الثاني، لكن لا يوجد تداخل في رتبة واحدة بين علمين. ليش؟ لأن الفلسفة موضوعها الوجود مع قيد الإطلاق والتعميم، سائر العلوم موضوعها الوجود مع التقييد. بعبارة أدق، ذاك موضوعه الوجود بلا تقييد، وذاك موضوعه الوجود مع قيد. نعطي توضيح، الفلسفة تبحث في الوجود آثاره عوارضه أحكامه بصرف النظر عن أي قيد يدخل على كلمة الوجود، وجود عقلي، وجود مجرد، وجود مادي، هذه القيود ما عنا إياها، لا نبحثها.
نحن لا نبحث في الوجود المادي، ليس موضوع الفلسفة الوجود المادي أوسع. فإذا موضوع الفلسفة الوجود بلا قيد، أما موضوع الطب الوجود بقيد كونه جسدا ماديا أو جسد الإنسان والحيوان الماديا. اختلف الموضوع بين علم الطب وبين علم الفلسفة. إذا هذا لن يبحث في شيء يتصل بهذا، وهذا لن يبحث في شيء يتصل بهذا. فلا تداخل إذن بين الفلسفة وبين أي علم من العلوم الحقيقية، طبعا فضلا عن العلوم الاعتبارية مثل الأدب واللغة والتفاصيل، نحن نحكي عن العلوم الحقيقية الآن. طيب بناء عليه، إذا لا يوجد أي تداخل بين الفلسفة وبين سائر العلوم، فإذا قد بطلت النظرية المادية الديالكتيكية التي تقول بأن الفلسفة والعلم واحد، وأن العلم هو المضمون والفلسفة هي صورة، وأنهما وجهان لعملة واحدة، وأن الفلسفة الماركسية ليست فلسفة انتزاعية تجريدية نظرية. هم هكذا كانوا يصرون دائما أن فلسفتنا ليست فلسفة نظرية، هي فلسفة تأتي من المختبرات، هي فلسفة تأتي من المعامل، هي فلسفة تأتي من التجارب، وليست فلسفة نظرية تجريدية انتزاعية يمكن أن يمارسها فيلسوفنا المادي وهو جالس في بيته. العلامة الطبطبائي يقول كلامهم هذا واضح البطلان، ودليلنا أيضا على بطلانه أننا لم نجد كتابا فلسفيا للماديين الديالكتيكيين يعالجون فيه مسألة علمية في الكيمياء، ولم نجد كتابا فلسفيا للماديين الديالكتيكيين يعالجون فيه مسألة علمية في الفيزياء. فلو كانت الفلسفة هي عين الفيزياء وعين الكيمياء وعين الطب وعين الفلك وعين الهندسة، فأقل كنا لأين آثار هذه العلوم في كتبهم الفلسفية، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا لهذه العلوم ومسائلها في داخل كتبهم الفلسفية. إذن هذا خير دليل على أن فلسفتهم هم أيضا هي فلسفة نظرية وليست انعكاسا للعلم نفسه كما أراد الماركسيون أن يصوروا. إذن المبدأ الأول حتى الآن لتوصلنا له، مبدأ الأول مبدأ قيامة الفلسفة مقابل المدرسة الوضعية التي أطاحت بالفلسفة كما شرحنا. المبدأ الثاني مبدأ استقلال الفلسفة، أي عدم تداخل الفلسفة مع العلوم، وأن لها موضوعها القائم المستقل بنفسه الأسبق عن جميع العلوم، فكيف تتداخل معها؟ أصلا هي تبحث قبل أن تولد العلوم، فكيف تتداخل معها؟ لا معنى للتداخل. فإذا في المبدأ الأول واجهنا الاتجاه الوضعي الذي تزعمه أوغست كانت، وفي المبدأ الثاني واجهنا الاتجاه الماركسي الذي حاول أن يزعم أن الفلسفة ليست شيئا غير العلم، وإنما هي عبارة عن الهوية الجمعية للعلوم بأجمعها، العلوم الحقيقية بأجمعها.